ببقى سعيدة قوي لما نكون في ليلة عربية زي دي، كلنا بلدان عربية مشتركة لكن كلنا بنتفق في فن واحد جميل. خليني أرجع لبتول وأسألك، أنت الآن مستقرة في القاهرة ومستقرة في مصر بشكل عام، مشاريعك الفنية إيه؟ بتفكري تعملي إيه؟ أنا بعمل كتير أشياء. يعني أولا عملت بال2020 ألبوم كان بيتضمن 4 أغاني مصرية والباقي سوري لبناني، كان اسم الألبوم اسمك بيشرفني. بعدها للأسف جتنا كورونا ففشل الموضوع معي. بدأت مرة تانية بال2021 بأغنية اسمها لعبة حظ، كمان أغنية مصرية. رجعت بعد كم شهر نزلت أغنية عراقية بتقول مليت الهوى. مرة كمان بعد شهرين كمان، طبعا لأن الأغاني سنجل كل شهرين بتقدري تنزلي، نزلت أغنية نتفة بتقول نتفة، هي كمان أغنية سورية. كلمة نتفة لبنانية كمان، أيوة يعني معروفة يعني حاجة صغيرة قوي. تماما. وبعدها كمان نزلت يا نبض قلبي كمان أغنية عراقية، قصة الأسد للعراق كان. فأنا يعني يعني بجمع بالألوان لأني يعني شغلي كمان بشتغل أفراح وبشتغل حفلات و فلازم يكون عندي مجموعة من الأغاني بالألوان مختلف. صحيح. بنفس الوقت عندي الأغاني السورية كمان، فيها أغاني زفة، فيها أغاني يعني للعرايس مثلا، في أغاني تتضمن للنجاح، في يعني في مجموعة مختلفة وملونة فيها كمان لهجات مختلفة. فطبعا يعني مسيرتي بمصر ملونة كتير وبشتغل عليها كتير. هلا حاليا إن شاء الله قريبا حابة أعمل شيء بالأوبرا. ب2021 شهر 12 عملت حفلة بالأوبرا بمسرح الجمهورية، كانت الحفلة رائعة فحبيت التجربة، رح أرجع مرة تانية وأعمل كمان حفلة أكيد بالنجاح دايما. فطبعا يعني مصر هي أم الفن وطلعت العمالقة منها، ونتمنى نقدر نثبت اسم أكيد مصر. مصر هي بيت للكل أصلا أكيد يعني. أكيد كل التوفيق يا بتول، واللي بيوصل لمصر أكيد رح يوصل للنجومية والعالمية بإذن الله.